فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي. قرنان يعني له أولاد من غيره، لأنه إذا تزوج زانية نسبت له أولادا من غيره، جعلت له قرونا، ولهذا يعتبرون من ألفاظ القذف أن يقول له أنت لك قرون، أو هي تقول أو يقال لها جعلت لزوجك قرونا، أي أولادا من غيره، جعلت لزوجك قرونا